بداية جيدة وتحصل على جائزة لاعب الشهر في أكتوبر مع ناديها الجديد، وأيضا شهد هذا الموسم تغيير مركز اللاعب من مدافع أيمن إلى قلب دفاع مع ناديه. هذا الشيء جيد للمنتخب لأنه سيعطي الناخب الوطني خيارات في المستقبل لاستعمال حسين بن عيادة في قلب الدفاع أو كمدافع أيمن. هذه هي مسيرة اللاعب من بدايات حتى يومنا هذا. نتمنى التوفيق لحسين بن عيادة، هذا لاعب منضبط ولاعب ما استسلمش للظروف ولا يعرف شيء اسمه المستحيل، لم يفقد الأمل مع المنتخب وظل يحاول طول هذه السنين. تخيل معي أن أول استدعاء للمنتخب كان وهو عنده 22 سنة وكان في القائمة الموسعة.